السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسمينة اي. قبل ما نبدأ في وصفة اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش انه رابط مجموعتي على الفيسبوك في صندوق الوصف، وان شاء الله يعجبكم الوصفات. اليوم راحين نديروا القرنطيطة، القرنطيطة الجزائرية مثل المحلات، راحين نديروا القرنطيطة كيما تاع برا. واش نحتاجوا في الكيفية تاع اليوم؟ نحتاجوا 2 كيسان قرنطيطة، كل كاس قرنطيطة 3 كيسان ماء. كأس قرنطيطة يساوي 3 كؤوس ماء. عندي كاس حليب من حوالي نصف كأس من الزيت، عندي حبة بيض، عندي الجبن أي نوعية جبن، عندي الكمون والفلفل الأسود والملح بطبيعة الحال. نبدأ في طريقة على بركة الله. راح نديروا القرنطيطة تاعنا، كل كأس قرنطيطة كيما قلنا بثلاث كؤوس ماء. أنا هنا عندي 2 كيسان قرنطيطة يعني 6 كيسان ماء. نفس الكأس وهو كأس كبير، 6 كيسان ماء. أنا هنا حنضيف الماء، ست كؤوس من الماء هكذا. نضيف البهارات، الفلفل الأسود، الكمون عفوا، والفلفل الأسود ديو كمية مليحة من الكمون. قرنطيطة كما نعرفوا تحب الكمون هكذا. حوالي ملعقة صغيرة من الكمون. نضيف الفلفل الأسود هكذا، حوالي ربع ملعقة. نضيف الملح، ملعقة صغيرة من الملح. نخلطوا المكونات هذه، نفتحوا منيح القرنطيطة قبل ما نحطوها على النار، نفتحوها مليح. هنا بعد ما فتحت القرنطيطة تاعي مليح، لازم نفتحوا القرنطيطة جيدا قبل ما نحطوها على النار ونحطوها على النار هكذا، ونبقاو نخلطوا فيها حتى تعقد لنا تماما، حتى تعقد لنا مليح. يعني هنا يكون شغل مثل ما انه سوينا القرنطيطة، يعني القرنطيطة تاعنا ديجا حطيت، ندخلوها الكوشة غير تحمار، ندخلوها الفور غير تحمار، يعني راح تجينينا مثل المحلات بدون خميرة حلويات او اي شيء. ونخليو القرنطيطة تاعنا حتى تعقد، وحنا نحركو فيها ما نحبسوش، ما نتوقفوش عن التحريك، نبقاو نحركو فيها باش ما تلصقناش من تحت ولا تحرق من تحت. النار لازم ما تكونش قاوية، النار لازم تكون متوسطة او اقل من المتوسطة باش القرنطيطة تاعنا تطيب. هنا كيما راكم تشوفوا القرنطيطة تاعي بدات تعقد، مبقاتش مايها كيما كانت. نضيفوا كمية الجبن تاعنا باش تذوب. يعني كمية الجبن كل واحدة على حسب الذوق، وأي نوعية جبن نقدروا نديروها. يعني اي نوعيه جبن، وراح تمد مذاق رائع للقرنطيطة تاعنا هكذا. ونخلطو مليح الجبن تاعنا، هنا نشوفو القرنطيطة تاعنا غير تبدا دير في الفقاعات، نطفيو عليها ما نخلوهاش تغلي هكذا.
راح نضيفه اولا حبه البيض. بسم الله نضيفه حبه البيض، ندخل منيح البيض. يعني راح تجينا قرن بيضة مثل المحلات يا. راح نضيف كأس الحليب. هنا الحليب يكون دافئ ماشي سخون وماشي بارد. ندخل مليح الحليب مع القرن بيضة. هكذا بعد ما دخلنا الحليب نضيف الزيت اللي هي نصف كأس الزيت بالعقل. ندخل مليح الزيت مع القرن بيضة، يعني بالعقل نضيف الزيت. نضيفوا الزيت بلا قل وندخلوها ونحركوا مع التحريك بالطبع حتى تتجانس الزيت مع الخليط وما تبقى لناش من فوق. بعد ما دخلنا الزيت تاعنا مليح القرن بيضة ما بقات لناش من فوق كما راكم تشوفوا، دخلنا الزيت مليح راح نفرغوها في البلا. انا حنستعمل هذا، يعني هو اي بلا صالح للاستعمال. ندير هذا البلا، هكذا وندخلو الكارنطيطة تاعنا غير تحمر من فوق لأنو الكارنطيطة تاعنا ديجا طابت كي حطيناها تطيب في الطنجرة. نحطوها غير تحمر من فوق ونحيوها ونستناوها تبرد باش تجمد شوية ونتلاقاو في صحن التقديم. هذا هو شكل الكارنطيطة تاعنا بعد ما حمرت، واللي حاب يخليها تحمر اكثر من هك ايه خليها تحمر زيت حمار. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لدعم القناة.